الله انا ما درت شي حاجه بالله الحي الحاضر خير خير الو صباح شو سمعني بلي سمعني راه هاد اليامات مختاش كاع نبقاو نخرجوا في مره ولاد بال مختار خرجوا مرولينا في الحومه سمعتي انا الو وي صباح الحمد لله بخير فين عبيق قالوا لي داير فيها طايب في الحوم الا ولاد بن مختار الله ما كاينه شي حاجه طلع لي عندك بين ها اللي فراس المال متاكد هاك ولد بن مختار تجبد صاحبي حنا ما عارفينكش الطابج بتجبد وانتوما بزاف ولاد صاحبي انت جات تسبق الاس اش طرواسطو ديالي واش تقول لي ما قال كوار انت قرشوني شنو بغيت تجبد العام مع ولد بن مختار اه يلا ضام يا هاشم يلا دارو كلشي شفشو لعيباش كاينين صافي ديال الله داس اسي دابا لا الحمد لله شي حد باع مني قال الله يسير خل عندي عندك فلوس ما عنديش اخويا كاع مني ما عندكش فلوس اش تمشي بحالك اش تقد عليا خايب بك دابا زلك شنو ندوي معاك اصاحبي ودوي معايا باش نشوفش لي انا ندوي معايا ولا مختار اصاحبي ولا دبا المختار على سلامتك امانه موجوده امانه موجوده دوز المخشى الله يرضى عليك قلبي راك دايم خدمش يلا اخا السلام عليكم 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 ومن اليوم غنهضر معاكم وما كاين لا حبس لا صداع لا شوها لا والو يجي بنادم يقول لي راه ولدك دار ولا ولادك دار ولا ولادك كريسا وهذا هاودي منكم راه اللي غندير لكم ما غنعاودوش لكم راه الذبيحه نذبحكم تفهمنا والله ما نعاودو على الوالد اسمح لينا الوالد صافي الوالد اسمح لنا اخر مره الله يحفظك والله شي اخر مره الوالد نخدموه في الحلال دابا الوالد اشوفوا حتى نهضر معاكم انا غنخرج راه ها ولا ها هاودني منكم يلا ديروا عقلكم شنو في هذا عنده مولا الطوموبيل ولاد بنقشا مالك اليوم ما جيتي مشرمل راك عارفه كنت مصافه ملي جيت من الصافه ما لقيتش شي حوايج وحده اخرى جيت بعاد وماشي الحوايج الزين انا صحل لابوار بحدك معايا ان شاء الله ما يخصك حتى شي خير ما تحاوكي من الزعزع هبطي قلب ما عندي والو خويا التليفون انا سكنت التليفون حمزة وها الضربة الصحيحة على شيخ حمزة طلع الشراجم دي معاك الباب هاي كونتاكت هاي كونتاكت الطريق طنوبيل ما ندوش باش عارف واش نفرضو وكنت انت ما غاديرهاش اديوس اديوس واش محسوبة وما محسوبة اسير موش لا ما لقاش شي حاجة ناقصة الدراب عطاه الفلوس عطاه شحال عطاه انا معاهم باش نعرف شحال عطاه منكم وكيفاش بلا هكا
كيفاش بلا راه واش خاصك تطلع صاحبي ما تبقاش تطلع ما يشوفنا صاحبي صايعهم شنو نديرو دابا شنو غنمشيو دابا للكانا اخو ولاد با المخشار عرفتك علاش عارفني علاش جاي دخل عندي ها هاي عندك بصح شو دابا يلا هو واحد الزاير خويا واحد دقيقه عافاك حمزه كاينه 100 درهم واش راح نشدك كلشي اسلاك وهذاك اخليه يزيد قلت 100 دار يا خويا اوه على البياسه جايه كي دايره سلام خويا واحد الدقيقه عافاك لحظه تريت 10 دقائق تجي كلشي ديالي مشيت للقهوه بغيت ناخذ واحد النومر ما بانوليش تما الدراري بزاف فهمتي غنجيب لك شي مشغول نجيب لك خلي 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 فلوسك عندك انا غنجيبها لك الله يحفظك جداش ولا ما عرفت شنو هو ويلي 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 كموسه الدراري وي كنتي شي داكشي دغيا بالروج ولا الدراري هو تشاش ضربنا اليوم هو اللي كرهت خوشي هو اللي خدمه بالعقل احسن من الخدمه بالجاله دابا شنو فيها الخوش شوفوا دابا العقا موجوده غنمشيو نخرجوا الماطه غنديروا لهم بلا ونشطوا تاخر البحر صافي شي لا تشحال فين مشى ديما تعيس اش مختار الله ينصرك سير الله يخليك لينا البر مختار طيب يحب حب ما ينخلق سير وكالي السعدك السياسي يلا لا الولاد لا الولاد يلا خرجوا ساعه درت لهم واحد العقوبه هنايا راه شديتهم خليتهم جالسين في الدار ما كاين لا لعب لا والو
أماك ما كتشوفش مالك أردوغان تايا نشوفك هاي هاي وقيلة ما عرفتيني شكون أنا شكون أنت أبو لاب السر راجي شيني قلت للوالد كون تعديش على الكذاب آه وليدي من دابا 5 دقائق اللي نسميك راجل عاود نفس الكلمة اللي قلتي تفاهمنا يلا السبعة راه حكيم حط ربك نتي لعبينتي لا بالله حمزة ذهب انا يا انت ديما زعما ولدي مزال نتوما تقولوا فيا يعني عصابة مالي وين؟ شوفوا اليوم الروينة في الكوزينة الحومة بغيت تتبل بالكاملة تا واحد ما يلقى على خاطره راه على الروينة زين شعب والله يبان عليك اليوم تشوفوا العاده الوالد اش فيه هذا ابو جلابه اللسان ديالو قطعوه له والاخر عطاوه شي سلخه ربانيه سمعتيش قال واش بالجان واش بالجان ها هو هذا قلت لكم بسبابه يا اما غادي ترجلوا يا اما غادي تشوفوا معايا شي حاجه اللي عمركم شفتوها عشان كنت كنضرب وجه بكم الام ديالكم مسكينه توفات بسبب الشده ديالكم الاولى الوالد ديالكم مشى بسبابكم وديروا عقلكم وترجلوا الله يرضي عليكم واش واخا ما عرفتش شوفو خاصه هذيك الخلي ليا الصار ولا تتخلص واش واخا ما عرفتش شوفو خاصه هذيك الخلي ليا الصار ولا تتخلص واش واخا ما عرفتش شوفو خاصه هذيك الخلي ليا الصار ولا تتخلص واش واخا ما عرفتش شوفو خاصه هذيك الخلي ليا الصار ولا تتخلص واش واخا ما عرفتش شوفو خاصه هذيك الخلي ليا الصار ولا تتخلص واش واخا ما عرفتش شوفو خاصه هذيك الخلي ليا الصار ولا تتخلص واش واخا ما عرفتش شوفو خاصه هذيك الخلي ليا الصار ولا تتخلص واش واخا ما عرفتش شوفو خاصه هذيك الخلي ليا الصار ولا تتخلص واش واخا ما عرفتش شوفو خاصه هذيك الخلي ليا الصار ول
هو هذا ولد با مختار؟ لا 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 تنحلم انا. شنو دير لنا في عيد ميلاد ديال النيزه؟ راه مشى عند الدري صاحبي عنده واحد الطاجين نشوفه عنده شوف زعما يصايب لنا مزيان نشوف شنو هذا ما بقى والو. مرحبا اخويا مرحبا خود والله الا شما زوين اخويا البلوح هذاك البلوح 20 درهم ثمن مناسب. واش بعدو من هادشي هذا الطريق مخداماش اصاحبي الطريق الحبس هذه سمعت ما دير بهادشي انا راه تكمل والكارو شويه تحشيش انا كارو صاحبي ما عندك ما دير بهادشي انا راه الكارو هذا ما عندك ما دير بهادشي اخي الشيء هذا ما عندك ما دير به الناس ما بقاش خدام لكم هادشي 440 واخويا حتى حنا ما خلينا ما درنا والو نشوف هادشي ما خدامش اصاحبي. الو مريم الصباح اصاحبي شي وانا كنصون لك فين حاطه هاد التليفون وبغيتك تجي تعاونيني راني ما بقيتش كنقدر ندير حتى شي حاجه واش انتي غابر عليا 15 يوم واش منيتك وعييت ما كنقدرش نطيب ما كنقدر حتى شي حاجه انت عارفاني كي غادي نولد اصاحبي راه ولادي عندي صعيبه. الو اخوتي احقوني واحد الجوج دوروني في هاد الشارع. شنو هو ولد با مختار يتحقوا انا جاي دابا دراري داروا الفضحه تبعوا البابي حدهم سمعوا الاورو تلاحوا بدبي اوكي سولتيني نقول لك بابي الماضي قاعد ترابي في قلبي باقي ماما يو اولي بلونت انا عاكسي قاعد اكسيون كلوا هذيك نوار واه خلي الماشي والله انا ما نعاود انا اكسيون شباب دار دافو انت تمشي دابا في العيد ميلاد اخشى ولاد بوخشى ما تقولهاش مالو شنو هو ولاد با المخضر تشقرا مختار وي 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 يا سي ولاد با المخضر تشقرا